منطقة المشاهد. شنو معاناتكم هنا؟ معاناتنا هنا قاب هاي الحين تشوفها. هاي كلها بالفعل انقاض الاخ اللي حكى عليها. هاي كلها. تريد تشيل ايش كمان الانقاض والاوساخ؟ ان شاء الله التعويضات منهم ماكو. ما يطلع نهائيا تعويضات يعني. منظمات حتى تجينا قليلة. ماكو منظمات. زين بالنسبة للمدارس، بالنسبة للمراكز الصحية. مدرسة واحدة بس. مركز صحي ماكو. مدرسة واحدة بس. مركز صحي ماكو نهائيا. ياس المريض وين تودوه؟ تودي ما تجي انت من طلع ما تجي الجمهور على العسكري يعني. شو مطالباتكم من الحكومه؟ هاي كلها عتيقه يعني وما حد يقدر شوف هاي حتى اكو روايح يعني ما طيبه طبعا كريهه سعق هاي كلها جواجيس مشاهده. شنو معاناتكم هنا؟ والله معاناتنا مثل ما يقول خدمات قليلة يعني فد نوبة بلدية ما أكو يعني بيوت تعبانة جثث جو الإنقاذ موجودة مع الدواعش أكو بيوت مثل ما يقول مسحوقة يعني ما عنده لا فلوس دي يجي يصرف لا عنده مثل ما يقول أكل دي يأكل المي يسع المي أكو مكانات ما تجي عليها مي ولا يصلح هيجيبون المي هاي مال مساعدات وشوفوا المي مال مساعدات يعني دعقوا عليه المي لا ما طين وما طين لا تقبل لا صالح للشرب يعني ما صالح للشرب يعني موجود التانكيات يعني. ونحن منطقة المشاهدة يعني عانينا من ما عانينا يعني انطينا مثل ما يقول رجال تسوى دولة كاملة شهداء راحوا أنا أختي خمسة راح يعني أختي وبنت أختي وأمي وخالتي وابن عمي طلعناهم من جو الأنقاذ يعني بقيت وين ننطي وجهنا لا أحد يجي يضحك علينا لا أحد يجي يعاني علينا ماكو اي بشر مثل ما يقول من الحكومه اللي يقول هذول مسحوقين وتعبانين يجي عليهم. مطالباتكم من الحكومه؟ والله مطالبات يجون يشوفونه بس. خلي يجون يشوفون الاكل ماكو، الجوع، بيوت مهدومه، ازع والله نعوض، ما حد عوض لنا دينار. ولا حد فات علينا. ولا حد جاء مثل ما يقول قال انه ايش بيكم؟ وقت الان اقول لك وقت الانتخابات قاموا يجون اهل الانتخابات، اهل الانتخابات جاوا قال احنا دقينا الصدر دقينا الصدر دقينا الصدر كله حكي بحكي طلع يعني كل الجو اهل الانتخابات اللي نعرفهم نحن جوينا على مصلحتهم على مصلحتهم هاك هذا الكارت بشي تنتخبنا هذا الكارت بشي تنتخبنا هو هيجي انتخابات هو هيجي هاي الساعه يعني هاي حالتنا نحن الساعه 3 ودي جو هناك يعني انت ما بدك تشبع قهر بيوتنا هسه والله قاعدين نحن باهي البيوت هيك امرنا الله اكو بيوت اللي جوا يعني قياعين قياعين اهلها ما تعرف هسه بتنطي وجهها وهذاك الجانب ذا يعني اقل بيت ب 250 الف واني بس عايل من الناس بطال ومريض يعني هسه اقعد بذاك الجانب انا 250 من انطي فلوس العالم انجبرت جد يعني اجباري جبرنا قعدنا بالخرب هذه وبلا بلا مثل ما يقول ماي والاوساخ نجبر نفسنا لان مثل ما يقول تعبنا نطالب احنا شيء على انقاذ انقاذ الجثة جواته نطالب المدارس مركز صحي يعني شنو وضعكم هسه حاليا ماي كهرب والله كهربك ماي هذا ماي منظمه ما 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 صحي بلدية ما ادتكم رفعوا الانقاذ شيء لا بلدية ما ادت شنو مطالباتكم الحكومه والله احنا نطالب هل انقاذ شنو هي والمواد الغذائية مستشفى ماكو مركز صحي مواد غذائية شنو ما تجيكم من الوكيل ما يجون هنا على الخيرين